صافي 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 تخصصوا صافي والله هيك صافي صافي والله العظيم إلا شنقول لكم بأمك ولكن بوهيمة من عبد الله أنا تحب ما تفصل جوج عيال نعطيهم نص القدر ديال اللحم نص القدر ديال الخضرة العطرية هذه ماكلة تطلع بنينة وهذه ما تطلعش بنينة. الافتتاح داز داك شي مؤتمر حضروا فنانة كبار يعني في المستوى والصحافة كانت الحمد لله والجمهور كان داك شي كثيف. الافتتاحية كانت جميلة جدا والناس مسؤولين العمل وحضروا شخصيات كبار وداز داك شي ممتاز صراحة مزيانة والفضل كرجع لشي الشرقي الساروتي الرئيس ديال الجمعية ديال لاكوميدي داز داك شي مزيان. اليوم كان العرض اليوم عندنا العرض ديال سبعة ورجال هو من توقيع الفنان الشرقي الساروتي وفي ممثلين معروفين على الساحة الفنية جواد ساحت وكاينة معي والبراهيم خاي تامال وبزاف الإخوان اللي معروفين وهذا العمل درنا به جولة في المغرب درنا به عروض ودابا عاد طاب خلاه واحد العمل اللي كيكون بحدو هو كيخدم هو كيطيب هذا ولا نتمنى من الله أن العرض غيدوز دابا إن شاء الله من هنا شي ساعة ولا هذا نتمنى من الله الجمهور راه بدا يدخل من دابا والله إلا دابا الجمهور داخل دابا الناس فرحانين وناشطين ومزيان هاد التظاهرة الثقافية والفنية في البلاد الناس لا نقاطعوا هادي نقاطعوا هادي لا راه هادوك اللي كيقولوا نقاطعوا راه هما ناشطين بعدا هاد البلدان اللي كيقولوا هما كيديروا التظاهرات حلال عليهم وحرام علينا لا بالعكس إلا جاوا فنانة أجنبيين وجاوا للبلاد راه اللي تعزيز السياحة في البلاد والاقتصاد وهذوك الفنانة راهم رسول ماشي الأنبياء وداك الشيء رسول هو فاكتور هذوك الرسول فاكتورة ديال اللي غيوصلوا البلاد ديالنا ويشكروا بلادنا والكرام هذا مزيان للبلاد هاد التظاهرات الثقافية وحنا بغينا نبقاو فرحانين الحمد لله المغاربة قولوا ما بغيتوا نبقاو فرحانين ونبقاو نخنزروا وانا غنزر الفرحه ونضحكوا والدنيا غدا فاش بعث الله احبكم جميعا. شي شاد التليفون كلها شاد تليفونو كندخل انا بحال البراني كنوليو بها تنشوفوا بعضياتنا كلها في تليفونو. السلام عليكم تواجدنا هنا في مدينة بن سليمان الجميلة إطر افتتاح واحد المهرجان اللي هو مهرجان كوميك بن سليمان اللي كيتنظموا الجمعية ديال الكوميديا بن سليمان اللي كيترأسها الزميل العزيز الشرقي الساروتي وهذا المهرجان هذه الدورة الثالثة ديالو اللي كيختار فيها واحد الشباب يعني اللي غادي يهز المشعل ديال الكوميديا المغربي والحمد لله كاين شباب اللي كلا بأس عليه غادي يعني يقدر يهز المشعل ديال لا خوف عليه ولا هم يحزنون مع هاد الشباب يعني ديال أسرته ديال هاد المنطقة ديال بن سليمان وهاد الدورة هذه كتميز بواحد يعني كانت متميزة بالنسبة للدورات السابقة باش بأن حضور كان مكتف جميع الفنانة ديال المغرب حضروا لهذا المهرجان وكذلك الرياضيين وكذلك الأطور الرياضية والفنية والثقافية فكان مهرجان يعني وطني بامتياز واللي كانت منه ليه واحد العمر طويل وخص يعني غير يعني القطاع المسؤول عليه يعني يدعم أكثر حتى يصبح لما لا يصبح واحد المهرجان دولي لأنه كتستحق هذه المدينة كتستحق مهرجان بحال هذا وأكبر من هذا وكنت منه التوفيق للمهرجان والمدينة بن سليمان وكذلك التوفيق للصديق العزيز الشرقي الساروتي والطاقم اللي كاع كامل خدام معه شكرا. واليوم غادي نشاركوا سيدي بمسرحية سبعة ورجال اللي هي من كيمثلوا فيها واحد الباقة من الفنانين منهم عبد الربي وجواد السايح ومهيول سي محمد وكذلك سكينة درابيل وكذلك سعيد وكذلك طه
طمالدو زكريا وكذلك عبد الصمد الغرفي، فهم سبعة رجال ولكن خدامة معهم 700 رجل أخر، وكنتمنى لكم التوفيق. شكرا. داكور. بلاتي بلاتي ندوي معايا ندير معانا في الصوار. بونجور. كريديف. كريديف. لا لا شوشو ما يداو. أنا الزمان ديالنا مستقبلا إن شاء الله نعرف شنو غادي يديروا. صراحة بعدا شكرا لكم على هذا التواجد ديالكم معنا في النسخة الثالثة من مهرجان الفكاهة والمسرح كوميك بسليمان. كوميك بسليمان هذا المهرجان هو بالنسبة لي لبنة أخرى تنضاف إلى مجموعة المهرجانات اللي كتسخر بها المملكة المغربية. فالخاصية ديال هذا المهرجان هو أنه جمع مجموعة كبيرة من الفنانين، مجموعة كبيرة من الرياضيين، مجموعة كبيرة من المثقفين، ومجموعة كبيرة من الصحفيين والإعلاميين. هذا بحد ذاته نجاح باهر. ثم أن الحضور كان قياسي نظرا إلى واحد المجموعة من 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 التظاهرات اللي كتعرف شيئا ما حضور شيئا ما متذبذب، لكن السمعة اللي كيمتاز بها المدير المهرجان أستاذ سالوت الشرقي أعطاته هاد الفرصة باش يلم هاد الكم الهائل من المثقفين والرياضيين والفنانين. فاليوم حنا كنتواجدوا في المركز الثقافي بسليمان باش نعرضوا العرض المسرحي سبعة رجال، سبعة ديال الفنانين غرو كاليبر، سبعة ديال الفكاهيين، ساعتين ونص ديال الفكاهة. كما قلت أنه هذا الكم الهائل من الفنانين والثقافيين والمثقفين والرياضيين والإعلاميين ما يمكنش لي يجي ويحضر إلا يلقى راحته ويعرف أن البلو فاليو ديالو قد يكون في هذا المكان، وأن يعني التعاون ديال السلطات وديال وزارة الثقافة وديال مسرح محمد الخامس خير دليل على أن هذا المهرجان ناجح وناجح جدا. سبعة رجال هو عمل من فكرة سارت الشرقي، سبعة ديال الوامن شو، سبعة ديال الفكاهيين، سبعة ديال الفضاءات ديال الضحك والابتسامة، وساعتين ونص ديال الفشفاشة والفخفاخة والتختاخة والنخنخة. وحنا كنتمتعوا قبل ما نمتعوا الجمهور ديالنا، فكنتمنى الجمهور الكريم ديال بن سليمان يتمتع كما تمتعوا واحد مجموعة من 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 المدن بهذا العرض الجميل جدا. شكرا لك. شنو اللي خدمت المكان؟ صافي. انا شفت احسن بيرو كنت مزمع حياتي وبغيت نوز مع حتى بناتي. هو اولا كنبغي نشكركم على الحضور معنا هنايا في فعاليه المهرجان الوطني للمسرح والكوميديا بن سليمان مع جمعيه لا كوميدي اللي كيرأسها الفنان الكبير والاخ والصديق ديال جميع الفنانه الفنان شرقي الساروتي، واللي كنبغي نشكره اكيد لانه نادى لي انني نكون في جنبه. هذا عظيم الشرف لي انني نكون كنقدم افتتاح الدورة الثالثة. أول مرة صراحة كنحضر لهذا المهرجان، هذا شفت المجهودات الجبارة اللي تقامت قبل، سيتي واحد كاينة واحد الخدمة، واحد المثابرة، واحد الجد، واحد الاجتهاد بالمساعدة ديال السيد العام السي سمير اليزيدي اللي كنشكرو وكنشد على يديه بزاف بزاف لأنه كيشجع الفن والثقافة في مدينة بن سليمان ومستعد يعطي أي حاجة لمدينة بن سليمان. شفت الخدمة اللي كانت، شفت كما قلت لك الاجتهاد من الدورة الأولى والدورة الثانية، كاين واحد القفزه نوعيه كبيره 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 في هذا المهرجان هذا. والحمد لله كاينين فقرات لهم متعدده، فمن خلال تقديم لهذه الدوره هذه كانوا تكريمات ديال اسماء بارزه عمالقه الفن المغربي، رياضيين كان كيمثلهم سي هشام دكيك الناخب الوطني للفوتسال، كانوا كلمات رسميه، كانوا جوائز اللي تعطاو للناس اللي داروا الكاستينغ ديال شكون اللي غادي يكون احسن كوميدي ولا كوميديا في هذه السنة، واللي غادي يكون عمره إن شاء الله للديار المقدسة، الله ينفعنا إن شاء الله ببركته كاملين. فأنا كنشوف بأنه مهرجان
عالي، مهرجان فيه جميع المقومات أنه يكون مهرجان وطني ودولي، علاش لا إن شاء الله في الدورات القادمة. أنا المسرحية ديال سبعة رجال أنا باقا جديدة معهم، دابا تقريبا واحد العام ونص وأنا معهم في الفرقة هذه. عجبني الحال بزاف لأنه تبارك الله فنانين كبار، لسيم هيوال، زكريا تملدو، جواد سايح، المسيح ديال مراكش، إبراهيم خاي، الشرقي، الغرفي، فهذه واحد النخبة ديال الممثلين تبارك الله اللي كنت كنشاهدهم وانا صغيره على التلفاز، وكنت كنشاهد المسرحيه ديالهم ديال سبعه رجال، دابا ولا سبعه رجال ودرابيل. فسعيده انني نطير معهم في واحد الطياره خاصه اللي كيكون السفر ديالها من طليان للمغرب، فكتكون واحد المتعه واحد الفرجه واحد الاجواء كوميديا من خلال هاد الساعتين ولا ساعه ونص اللي كندوزوها مع الببليك. اي بيان سور سعيده دائما انني نكون حدا هاد الاهرام الكوميديا والفنيه في المغرب. بحقيقة أنا كنحس بهذا المهرجان هو المهرجان ديالي، لأن أنا من المساهمين في الدورة الأولى وفي الدورة الثانية ودابا الحمد لله في الدورة الثالثة. الدورة الثالثة أنا مكرم فيه، من المكرمين، كيحس لي الشرف أنني نتكرم مع واحد مجموعة ديال الفعاليات اللي منها رياضية منها سياسية منها إعلامية منها فنية. أنا كنت محظوظ بأنني تكرمت وسطهم الحمد لله. داز الافتتاح زوين، داز النهار ديال الثاني ديال 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 التباري على 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 احسن كوميدي في 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 الدوره هذه. الامور غادا مزيان، واليوم ان شاء الله عندنا عرض مسرحيه سبعه رجال اللي هي من تاليف واخراج الشرقي الساروتي، وهذه المهرجان ان شاء الله كنتمنى ان المسؤولين والفعاليه تعهد المدينه هذه باش تعاونوا بزاف، لان هذا هو هذا لسان المدينه وأعيون المدينة. المهرجانات هما باش كيتعرفوا المدن، والحمد لله الدورة الثالثة غادي تكون مزيان، والدورة الرابعة إن شاء الله هي غتكون مزيان بإذن الله إلا بقينا في الحياة. وفي حق هذا اعتراف من هاد الناس هادو، لأن ملي كتكرم كيكون أنه اعتراف بيك، وحنا بهذا الشيء باش كنتنفسوا حنايا وباش كنعاودوا نزيدوا لقدام بهذا الاهتمام هذا اللي هو التشريف الحمد لله، وأون ميم طون تكليف، لان باش تبقى في الواجهه وتبقى حافظ على السمعه ديالك. انا محظوظ انني تكرمت قلت لك في هذه الدوره هذه، ولهم الشكر الجزيل وشكرا. اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حنا اش غنقول لك، هذا العرس هذا عرس كبير، وهذا العرس هذا يعني هذا مهرجان الدوره الثالثه اللي هي دائما تنحضر فيها مع المدير ديالي ديال الفن الشرقي السروتي الحمد لله، وتنجي لسيدي بن سليمان لانه تنجيو بواحد الفرح وبواحد الشجاعه يعني بواحد القوه، لانه هذه المدينه هذه تستاهل بزاف، ماشي غير بحال هذه المهرجانات، تستاهل اكثر واكثر واكثر. والحمد لله شاركنا في الدوره الاولى، شاركنا في الدوره الثانيه، هذه الدوره الثالثه الحمد لله، وغادي تدوز فيها مسرحيه ديال سبعه رجال. وحنا فرحانين بهذا المهرجان، وتنشكروا الناس اللي هما شغالين وخدامين على هذا المهرجان باش يكون واحد المهرجان كبير. والحمد لله السمع ديالو وصل ماشي غير مراكش ولا داك الشيء، عرفنا كي داز الافتتاح الحمد لله بالنيه وبالقوه وبالتعاون ديال جميع السلطات وجميع الفنانه وجميع المسؤولين. الحمد لله هذا افتخار نفتخروا به كحنا كمراكشيين وكفنانه الحمد لله. ودابا غادي نساليو هذا المهرجان هذا من هنا ان شاء الله، وغادي نمشيو لواحد المهرجان اللي هو كان في سيدي قاسم، غادي يكون غدا ان شاء الله نهار 28. وتنشكروا السلطه الرابعه اللي هي قايمه بواحد المجهود اللي هي تتوصل واحد الرساله للقلب ديال المواطن لدارو في الراديو في الجورنال بزاف، يعني مشكورين بزاف. والحمد لله تنتمناو باش نكونوا عند حسن الظن ديال الجمهور داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. والله ينصر سيدنا، وشكرا وبارك الله فيكم، تحيه لكم.